ربح الصائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الروايات نجد تأكيدا على أنواع البلاء. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة، وللأولياء كرامة. إذا في عنا نوع من أنواع البلاء أدب. الله عز وجل يؤدب عبده كما يؤدب الوالد ولده، نوع تأديب. ونوع امتحان، المؤمن امتحان، انه مؤمن عم بيقول انا والله بدي اصبر على الفقر واحفظ ماء وجهي وما اطلب من هذا وذاك الا اذا اصبحت مضطر للطلب. شوي تطول مدة الحاجة، ما بيعود يتحمل، فيعرض نفسه وقد يطلب من غني غير متدين ويتواضع له فيذهب ثلثا دينه كما في الرواية. أن واحد بده يطلب من متدين، يطلب ممن يحفظ ماء وجهه، مش يطلب ممن لا يحفظ ماء وجهه. البلاء للمؤمن امتحان، بيصبر ولا لا. مثل ما الله عز وجل مثلا ابتلى بني إسرائيل أنه حرام يوم السبت يتصيدوا، فصار لما يجي يوم السبت السمكات يكثروا رايحين جايين قدامهم. إذا أنتم مؤمنين تفضلوا ما تتصيدوا، هول السمكات قدامهم، وغير يوم السبت ما في سمك. طيب أول جمعة صبروا، ثاني جمعة شافوا أنه إذا ما تصيدوا هلأ يوم السبت فما رح يقدروا يأكلوا. هون بصير امتحان. وهذا مبدأ، هذا أنا وياك تعرض للامتحانات، ما في شخص إلا ويتعرض لمثل هذه الامتحانات. مثلا من قبيل أن واحد بيقول بده يطول باله على الشخص اللي عم بيأذيه، فخلص أنا بدي أتقي الله عز وجل وما بدي أذيه إذا هو أذاني. شوية هذاك بيجي بيأذيه أذية بتطير ضوانات العقل، الشيطان بحرك هذاك يستفزه أنه الله عز وجل عم يبتليه. بتصمد ولا لا؟ طيب خلي وجهك بوجه الله عز وجل، قال له يا ربي صبرني، بينما لا، هذا يخونه الصبر، بيقول مش شايف شو عم بيسوي، انا ما عادش اصبر عنه اصلا، يعني سقط في الامتحان. وللانبياء درجه، البلاء للنبي غير البلاء للمعصوم عموما، غير البلاء للمؤمن العادي غير المعصوم. النبي بلاؤه رفع درجه من المؤمنين من يصل إلى هذه المرتبة، لكن طبعا درجته أقل من درجة المعصوم. في بعض الروايات إن في الجنة درجة لا تنال إلا بالبلاء. وللأولياء كرامة، نوع من الكرامة، يعني كرامة كأنه أقل من الدرجة شوي. يعني البلاء قد يكون للمؤمن رفع درجة بما يتناسب مع إيمانه، وللنبي درجة مميزة جدا، للولي غير النبي درجة قريبة من درجة النبي، فوق درجة المؤمن العادي وأعلى منه.
أن البلاء قد يكون أدبا في حوله بالروايات عدة نصوص، من جملة النصوص عن الإمام العسكري عليه السلام: ربما كانت الغير نوعا من أدب الله، ربما كانت الغير نوعا من أدب الله. الإمام الحسين عليه السلام، الغير طبعا يعني الأمور المتغيرات، يعني المشاكل التي يواجهها الإنسان، تغيرات الزمان، هذه بتكون نوع من الأدب. الإمام الحسين عليه السلام: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء. بدعاء أبي حمزة الثمالي شو بنقرأ؟ إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. إذن العقوبة قد تكون تأديبا، وهي المسألة لازم نلتفت لها. وعادة إذا واحدنا واجه بلاء لازم يفكر مباشرة بهذا الأمر. مثلا يغتاب شخص، بعدها مباشرة يصيبه بلاء، تنبيه انتبه. يظلم شخصا، مباشرة بيجي التنبيه. إلى حد أنه ما فيها يعني خفة عقل، أو أنه مجرد مثلا صير معه شغلة يقول أنه شو السبب، يفكر لأنه في حديث في أصول الكافي، حديث معتبر: ما من عرق يضرب ولا حمى ولا صداع ولا نكبة إلا بذنب. يعني واحد وجعه راسه، شو عامل حتى وجعه راسه؟ واحد صارت عنده مشكلة صحية، صارت عنده مشكلة مالية، ماشي هيك شوية وقع وانكسرت ايده، شو عامل؟ الله عز وجل هو الحاكم والسلطان بالوجود كله، مش امريكا هي الحاكم والقطب الاوحد ولا الطواغيت الحاكمين. حاكمية الله عز وجل تقوم على أساس الطاعة والمعصية، على أساس الحسنة والسيئة، والملائكة عم بيسجلوا، والقلوب تتقلب بحسب الحالات المختلفة، وكل هذه الأمور تسجل، والصحف يوم القيامة تنشر: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طبيعي جدا أن التلميذ في المدرسة يراقب سعيه اليومي وينبه. الله عز وجل لم يترك الناس سدى، والتنبيهات مستمرة، وهذا التأديب بالعقوبات الإلهية في الدنيا عين الرحمة. أيهما أفضل؟ هذا من أوجه ضرورة التقييم الحقيقي للبلاء. أيهما أفضل؟ أنه إذا واحد ارتكب ذنب يعاقب في الدنيا، أو يترك ليعاقب في الآخرة؟ طيب إذا لم يعاقب في الدنيا فسيستمر على هذا الذنب، وبزيد استحقاقه للعقاب الخطير في الآخرة. بينما إذا نبه ممكن يترك، وإذا ما ترك حتى إذا بده يتعاقب بالآخرة بيكون عقابه بالآخرة أقل، لأنه تعاقب قسم عليه بالدنيا. طبعا مش معنى هذا أنه واحدنا يقول، مر معنا رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد كالفرخ المنتوف، كيف مثلا الجلبوط أنه هيك منتوف، عصفور منتوف، فقال له: شو عم تدعي؟ عارف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: عم بدعي يا اللهم عاقبني على ذنوبي في الدنيا. قال له: ليش ما بتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ بقول قال هيك تغير وضع، أنه قد يدعو الشخص بقطع وتينه، مش عارف المصلحة، يدعو بقطع وتينه أنه أنا إلا بدي مثلا المبلغ الفلاني، المبلغ الفلاني بوصل لوين، أو هل الزوج الفلاني، وهذا بوصل لجهنم النتيجة. عن الإمام الصادق عليه السلام، والحديث هذا بدل أنه أي ولد
يرتكب معصية ولا ينبهه أهله يعاقبون في الدنيا. الولد اللي بيرتكب معصية وأهله ما بينبهوه على هالمعصية، الله عز وجل بيعاقبهم. شو العقاب؟ ينقص من أرزاقهم، ينقص من أرزاقهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أيما ناش نشأ في قوم ثم لم يؤدب على معصية، فإن الله عز وجل أول ما يعاقبهم فيه أن ينقص من أرزاقهم. إلى الآن بعدنا عم نحكي عن أنواع البلاء المختلفة اللي يمكن بشكل أو بآخر أن تحتمل. في نوع من البلاء القرآن الكريم بسميه البلاء المبين. شو البلاء المبين؟ كلنا بنعرف قصة النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. نبي إبراهيم إجا ولد إسماعيل عليه السلام، فأول شيء أخذوا هو وأمه حطهم وين؟ بمكة، بواد غير ذي زرع. وكان يروح لعندهم ويجي، بس كيف كانت الأسفار سابقان يعني مش شايف بالروايات أنه كان يروح بطي الأرض، بس طبيعي أنه نبي قادر يروح بطي الأرض، لكن ظاهر الروايات أنه كان فترة طويلة بعدها يتركهم وبعدين يجي. مثلا من العراق لهونيك أو من فلسطين لهونيك بعد مدة جاي هالبي. هي من الأمور اللي بتمنى أنه كل واحد بيقول لك أنه العقل والمنطق والغرب والحداثة والحضارة وما شابه، خلي يفكر هذا المنطق، هذا منطق العقل. القرآن عم يحكي هيك. جاي هالنبي بعد فترة وبيقول له أني أرى في المنام أني أذبحه، انه ما كفى يعني اخذه وامه حطهم بهالصحراء بالبريه بواد غير زرع. خلينا نفكر شوي بالامور. الله عز وجل عم يحكيها، محكيها بده يبين لنا انه انتبهوا، العقل بيختلف عن الشيء السائد بينكم، استعداد للاخره بيختلف عن الشيء السائد بينكم، نظرتكم الى البلاءات في الدنيا، هذا البلاء المبين كيف تعامل معه هذا النبي، كيف تعامل معه الابن. نحن سامعين هؤلاء الآيات وسامعين القصة، لكن خلينا نفكر فيها جد، أنه إذا تعرض الشخص منا لشيء من هذا البلاء، مش أنه اقتل ابنك، اطرده من بيت، لا أقل من القتل بكثير، بس معنى هذا أنه توحيد الله، الالتزام بالدين الحقيقي ينبغي أن يقدم على كل شيء، مش الدنيا تقدم على الدين. ما الدنيا كمان بدها، وبصير أنه شغلتنا بس الدنيا ومننسى الدين. الدين أولا فوق كل اعتبار. روي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل إذا كان من أمره أن يكرم عبداً وله ذنب ابتلاه بالسقم، فإن لم يفعل ذلك له ابتلاه بالحاجة، فإن لم يفعل به ذلك شدد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب. قال: وإذا كان من أمره أن يهين عبدا وله عنده حسنة صحح بدنه، فإن لم يفعل به ذلك وسع عليه في رزقه، فإن هو لم يفعل ذلك به هون عليه الموت ليكافيه بتلك الحسنة. لاحظوا الآيات: رب هب لي من الصالحين،
هو طلب يجي ولد، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا مستوى عظيم جدا، لكن بين قوسين مستوى المولى علي الأكبر سلام الله عليه أعلى من هذا. لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هون ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هونيك لا نبالي. أصلا ما في مجال، لا في داعي يفكر بالصبر، لا نبالي. والله العالم الموقع الأرقى بعد من المولى علي الأكبر، وإن شاء الله بيسمحوا لي يعني نقول هالحقيقة، سيدة زينب عليه السلام: ما رأيت إلا جميلة، وإن ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وإن ما رأيت إلا جميلة أو لا نبالي. المهم طبعا هذا مكان عظيم، مقام عظيم، مش معناها أنه ستجدني إن شاء الله من الصابرين مش مقام عظيم، بس هوليك المقامين أعظم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذا الامتحان الصعب. شو أو تأخر الأكل، هذا مش بناء مؤمن، هذا بناء شخص يستخفه الشيطان ويتقاذفه تقاذف الكرة. المؤمن المتصل بالله عز وجل يصير قوي، يستمد القوة من الله سبحانه وتعالى، يصير الأمور التانية كلها صغيرة قدامه. هذا بناء النفس. هون إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. طبعا بالدقة الذبح هون مقصود سيد الشهداء سلام الله عليه الإمام الحسين، لأنه بسبب الذبح العظيم، لأنه لو كان مقتول إسماعيل ما كان إجا الإمام الحسين، ما كان بعث الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار من أولاد إسماعيل. والمسيرة الإلهية على وجه الأرض مرتبطة ببعثة الرسول ووجود أهل البيت الإمام الحسين وشعار يا لثارات الحسين وإلى آخره. فديناه بذبح عظيم، يؤيد أنه مش المراد كبش، أنه أنا وأنت ما منقول عن الكبش فديناه بذبح عظيم. يعني الكبش إلي وإلك مش عظيم. نحن إذا بدنا نقول مثلا إجينا واحد هيك استقبلناه وذبحنا له ذبح عظيم، قديش الذبح العظيم؟ غنمي. برد التاني بيقول له: عيب تقول عن الغنمي ذبح عظيم، لو عامل لك مثلا والله شيء ألف غنمي معقول البشر يقول ذبح عظيم، أو شيء كم جمال هيك، بس عن كبش ذبح عظيم، هذا رمز، رمز ذبح عظيم. ذبح العظيم هو سيد الشهداء. وهذا طبعا بالروايات، في رواية حولها ممن ذكرها العلامة المجلسي بالبحار أنه مقصود سيد الشهداء سلام الله عليه. إذن البلاء المبين هو البلاء اللي يصعب على الإنسان عادة أنه يتحمله، لكن بده يتحمله بكل رحاب الصدر، كما تحملت الزهراء عليه السلام خبر شهادة الإمام الحسين قبل ولادته. الله عز وجل لم يشأ أن يولد الإمام الحسين سلام الله عليه قبل أن يعرف رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء بما سيجري عليه. كيف الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء لم يرضى لمن معه أن يقدموا على الشهادة إلا عارفين بأنهم سيستشهدون حتى تكون درجتهم أعلى،
فقال لهم إن الله قد أذن بقتلنا، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل منكم بيدي رجل من أهل بيتي، فإن القوم يطلبونني لا يطلبون غيري. كذلك الله عز وجل ليرفع درجة رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء أخبرهم بما سيجري على الإمام الحسين، وقبلوا من قبل ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه. ومسألة ذبح إسماعيل إشارة لهالخصوصيات، وإشارة إلى عبد الله الرضيع يحمله سيد الشهداء في كربلاء، أصلا في ترابط. من جملة الأمور التي ترتبط بالبلاء أن يستثمر المؤمن حالة الرخاء. إذا المؤمن اقتنع أنه الدنيا بدون بلاء ما في، وأن البلاءات في الدنيا أمر طبيعي وينبغي أن يستعد لها، وتكون بنيته النفسية بنية قوية، مش يكون هيك مثل ما بنقال باللهجة العامية ترتو، أنه يستفزه الشيطان بأي حركة بأي طريقة، أي شغلة بتصير بيعمل بتقوم قيامته بيعمل مشكلة عليها، لا أبدا. الشخص المتين بيختلف عن هيك. هذا من خلال الاتصال بالله عز وجل. إذا انتبه إلى هذا الأمر فإن عليه أن يستثمر حالة الرخاء. شو يعني يستثمر حالة الرخاء؟ الهدف الأساسي للمؤمن بالدنيا ما هو؟ طاعة الله عز وجل، الاستزادة من العبادة، كثرة الصلاة، كثرة الصوم، كثرة أعمال البر العمل الصالح، كثرة قراءة القرآن، دوام الذكر. فبوقت الرخاء بيستثمر حتى إذا إجاه وقت بلاء ما عاد قادر يعبد الله عز وجل كما ينبغي ما بيقصر. الله عز وجل بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خليني بوقت الرخاء أعبد الله عز وجل حتى إذا واجهت البلاء أكون قد استعدت من خلال العبادة. هون خلي يكون واضح عنا أنه أي شخص منا لا يشتغل في الدنيا بالعبادة هو لا يشتغل كما أمر الله ولما خلقه الله عز وجل له. العبادة صح أنه الجهاد عبادة، وكل عمل بر، خدمة الناس مثلا بمستشفى بالطريق، كله عبادة صح، بس بحسب النية. إذا كان واحد عم يشتغل هالشغلات عيد المصاري عيد الراتب عيد قلة المعاش، ما عرفت عبادة. والمسألة بتختلف بالنية بطبيعة الحال، وبتختلف بأن واحد يلتزم بالضوابط الشرعية أو لا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تفرغوا لطاعة الله وعبادته قبل أن ينزل بكم من البلاء ما يشغلكم عن العباد. معنى هذا أنه لازم نركز على الاستفادة الأفضل من الوقت. بهالمجال في كلام كثير جدا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول الشباب. الإمام الخميني وكذلك سيد القائد، كل علماء اللي شهيد مطهري شهيد الصدر اللي بيعرفوا هالخصوصيات اللي تناولوا هالخصوصيات وحكوا عنها، الشاب يمتلك من المقومات ما يجعله قادرا على عبادة الله عز وجل بنحو أفضل. بده يتعلم، بده يعبد بالعلم، فقادر مرحلة الشباب قادر يشتغل يبذل جهد، بده يصلي بده يصوم بده الأذكار كلها بمرحلة الشباب. تعبير الإمام الخميني الشباب ثروة، وينبغي أن يستغل الإنسان إمكانات هذه الثروة. يستغلها بماذا؟ مثلا قضاء الواجبات، واحد عليه صلاة الله، صلاة الصبح مثلا مش عم بفيق وإلى آخره وتراكموا يقضيهم هلأ. اولا راح يصيروا اكثر بكثير بعدين ممكن يجي وضع صحي، او شارك بعمل جهادي وما قدر انه اصيب ما عاد قادر يقضيهم بشكل طبيعي. انجاز المشاريع الطويله الامد، شغلات طبعا هذه بدها بالاضافه
استثمار الرخاء وقت الرخاء بده التفات انه واحد يكون ممن يوفق باعماله، عنده جلد انه يبدي بامر معين ويظل مواظب الى ان يخلص الامر هذا. ومرحلة ما قبل الزواج، انه مثلا والله بصير الشاب يفكر انه بكره بس اتزوج واستقر بدي اعمل الشغل الفلاني، مثلا مسألة الدرس او دورة معينة على الكمبيوتر، برمجي غيره الى اخره، بصير يمشع لبعدان. الفتاة كمان بصير تمشع لبعدان. هذا عمل من لا يريد ان يستثمر وقت الرخاء، بمجرد ما يسوف راحت له، لانه كل مرحلة الها ابتلاءاتها. مرحلة ما بعد الزواج، طيب بصير في علاقات وممكن يصير في مشاكل، بعدين بصير في اولاد، بعدين بصير في بدي يشتغل يمكن دوامين على يد هالاولاد والى اخره. فاذا خلينا نحط قدامنا اصل استثمار وقت الفراغ في حالات الرخاء حتى نتحاشى المشاكل الناتجة عن الابتلاءات. أما الختام فأقف عندما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. المؤمن صابر في البلاء، وقور عند الهزائز، ثبوت يعني ثابت وكثير الثبات عند المكاره، شكور عند الرخاء، قانع بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء. ما بينصر واحد لأنه صديقه بدون منطق ودليل. الناس منه في راحة ونفسه في تعب. ويا ويل اللي بيكون زوجته ولاده في تعب منه وهو في راحة. المؤمن الناس منه في راحة ونفسه في تعب، يتعب حاله حتى يريح الآخرين. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور، مغمور بفكرته، دائم التفكير، بشغل عقله على طول، ظنين بخلته. مثلا عنده والله هو صفة الكرم، خلة الكرم، سجية الكرم، بيحرص انه ما يخسرها. قليل الكلام، بيحرص انه يظل قليل الكلام، لانه بس يشغل هالمثير واحد ما بعرف لوين بيوصل. لسان خطير جدا، يشرف حسب الرواية، يشرف اللسان كل يوم على الجوارح فيقول للجوارح: كيف أنتم؟ لأنه لسان حك وجه. فيوميا الصبح: شو كيفكم؟ كيف الحال؟ بيقولوا له: بخير ما تركتنا، نخلص منك وكل شيء منيح، بخير ما تركتنا. سهل الخليقة المؤمن، لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليث عاد أو صل واد، هذا بالمجال الجهاد وهيك، لكن رهبان الليل العبادة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: المؤمن دائم الذكر كثير الفكر، على النعماء شاكر وفي البلاء صابر. والرواية الأخيرة: المؤمن شاكر في السراء، يعني الرخاء، صابر في البلاء، خائف في الرخاء. سراء شغلة بتسره،
بيكون شاكر، البلاء واضح بيكون صابر، الرخاء انه لا بلاء ولا لا شيء بسره، وضع عادي وضع مرتاح، بيكون خائف. خائف ليش؟ لانه ممكن يكون بعد هذا بده يجي بلاء، قد يكون هذا استدراج. يعني يعيش بين الخوف والرجاء دائما، لا يخرج الخوف من حسابه، مش انه يصير يعتبر المرجله والشطاره والفهم انه هو اصلا مطمئن وخاتمها كل المسائل وخلص، اللي عليه هو الطريقة اللي عم يشتغل على أساسها هي الطريقة الصحيحة. اللهم من علينا بما أنت أهله، الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين.